تعيين لازم رئيس الشركة السابق يكون موجود. مجرد مجرد لا شيء. ليش يا رب انك تطيع؟ لماذا اخوي محمد الصقري؟ هل باعتقادك انك بتكون صاحب مكانه في المجموعه تلبس اشداريه نظافه وضيافه اولا حبيبي وانت بهذا المنظر؟ اولا الله يمسيك بالخير. لا الله يمسيك بالنور. حبيبي اشكر وجهه نظرك اللي قلت اجين. اشكر كرامك في وجهه نظرك دي اللي وجهه كرامك هاي. تكلم ايه فهد. اي تفضل. تكلم كويتي بصفتك مدير شركه. لا شوف انا اليوم عندي سفره اليوم لباريس الساعه 3. كمل. ايوه فان شاء الله باذن الله في صفقات احاول ارجع جزء ما فقد من الشركه. ان استطعنا فمن الله سبحانه وتعالى وما استطعنا يا ابدا. استطعنا بس ما استطعنا. لا بنستطيع ان شاء الله. لا بس اخوي محمد الصقري في قصر. اخوي فهد تفضل اخوي. لكن ما يصير الكلام يعني انا اخوي فهد ما لي اي حقيه ولا افضليه في الشركه دي. يا اخوي فهد المناقصات نزلت ترى على فكره. على مرسك اسهم الشركه ترى نزلت كثير 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 جاء منك كثير لكن انت ابو محمد عشان نزيد معنويات. كم ملياردير عندك؟ للاسف انك ارتخيت ونمت. لو سمحت يا صقري الباب يوسع. شايلكم الابرايم وحطيتكم استاذ فهد ختمت لكم البرنامج. كم ملياردير؟ هذه مصيبه. كم ملياردير عند الاخ؟ تفضل اخوي فهد. سالب 2 مليار. دقيقه سؤال. بدون 2 مليار. تعال بسالك. قال انك تفضل رقم فخر مديون. هل انت اذا انك لا حاليا مسبب حاول رجع الدين. والله لا سوء لا ما تحاول رجع الدين. انت مديون ولا مديون؟ اي نعم اوكي طبعا مديون. طبيعي 15 مليون. 15 مليون ترجع ان شاء الله. طفران الحين. بتسلف من ابو يعقوب ان شاء الله وبترجع. من ابو يعقوب؟ ابو يعقوب باريس. طالع عشان باريس. هو ابو يعقوب وش جاب باريس؟ وش نسوي عاد؟ هذا القضاء الله قدره. وش نسوي؟ اها سوى تدبير. انتم باقي ماشي معكم. شوف التنظيم. شوف السياره يا اخي كيف؟ وين المنظم يا اخي؟ القائد وين يا اخي؟ دنيا بلا بدر. تفضل اخوي نوار. يا المنظم الله يجيب فضله. نعم تفضل اخوي نوار. تفضل اسمع. تفضل دقيقة بس. بما انك يعني رئيس سابق وعندك صفقات وعندك حبيبي تفضل. لما كني سمكة. تعال شدها لك. اجيب لك موز ولا برتقال؟ ها؟